إذن لقد طلبت منكم أن تقوموا بإثبات مشتقة الجذر التربيعي لإكس، لذا فكرت بتصميم عرض سريع على إثبات مشتقة الجذر التربيعي لإكس. نحن نعلم من تعريف المشتقة أن مشتقة اقتران الجذر التربيعي لإكس إن ذلك يساوي، دعوني أبدل الألوان بهدف التنويع، إن ذلك يساوي نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. وتعرفون أن بعض الأشخاص يقولون اقتراب اتش من الصفر أو اقتراب دي من الصفر، إنني أستخدم دلتا إكس. ومن ثم نقول دلتا إكس زائد إف الإكس، ففي هذه الحالة هذا يساوي إف الإكس. فإذا كان الجذر التربيعي ل إكس زائد دلتا إكس ناقص إف الإكس، وهو في هذه الحالة عبارة عن الجذر التربيعي لإكس، وكل ذلك مقسوما على التغير في إكس أي دلتا إكس. الآن عندما أنظر إلى ذلك لا يوجد تبسيط أكثر يمكنني أن أجربه كي أحصل على ناتج معبر. سوف أضرب هذا الكسر، أو سوف أضرب البسط والمقام بمقارن البسط، وهو ما أعنيه بذلك. دعوني أعيد كتابته. نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر، إنني أعيد كتابة ما لدي هنا. إذن قد قلت الجذر التربيعي لـ x زائد دلتا x ناقص الجذر التربيعي لـ x، كل ذلك مقسوما على دلتا x، وسوف أضرب ذلك بعد تغيير الألوان بالجذر التربيعي لـ x زائد دلتا x زائد الجذر التربيعي لـ x مقسوما على الجذر التربيعي ل إكس زائد دلتا إكس زائد الجذر التربيعي ل إكس. إن هذا عبارة عن واحد، لذا يمكنني بالطبع أن أضرب ذلك ب، إذا افترضنا أن إكس ودلتا إكس كلاهما لا يساويان الصفر، فإن هذا عدد معرف وسيكون واحد، ويمكننا القيام بذلك. هذا واحد تقسيم واحد، إننا نضربه بهذه المعادلة ونحصل على نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. هذه عبارة عن A زائد B مضروبة في A ناقص B. دعوني أفعل ذلك على هذا الجانب. دعوني أفترض أن A زائد B مضروبة في A ناقص B يساوي A تربيع ناقص B تربيع. إذن هذا هو A زائد B مضروبة في A ناقص B، هذا سيساوي A تربيع. وما هو ناتج مربع هذا المقدار أو مربع هذا المقدار؟ أي واحد منهما عبارة عن A؟ حسنا، إنه يساوي X زائد دلتا X. إذن نحصل على X زائد دلتا X. ومن ثم ما هو ناتج بي تربيع؟ إذن سالب الجذر التربيعي لإكس هو عبارة عن بي في هذه الحالة. إذن الجذر التربيعي لإكس تربيع عبارة عن إكس، وكل ذلك مقسوما على دلتا إكس ضرب الجذر التربيعي لإكس زائد دلتا إكس زائد الجذر التربيعي لإكس. دعونا نرى ما هو التبسيط الذي يمكننا القيام به. حسنا، لدينا إكس ومن ثم ناقص إكس، لذا يتم حذفهما إكس ناقص إكس. ومن ثم يتبقى لدينا في البسط والمقام، كل ما يتبقى لدينا هو دلتا إكس هنا ودلتا إكس هنا، لذا دعونا نقسم البسط والمقام على دلتا إكس. هذا يصبح واحد وهذا يصبح واحد، وبذلك فإن هذا يساوي نهاية، سوف أكتب بخط أصغر لأن المساحة اقتربت على النفاذ، نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر لواحد.
وبالطبع يمكننا فقط أن نضع هذا الافتراض أن دلتا حسنا نحن نقسم على دلتا إكس لنبدأ به، إذا نحن نعلم أنها ليست صفر بل إنها تقترب من الصفر، إذا نحصل على الجذر التربيعي لـ إكس زائد دلتا إكس زائد الجذر التربيعي لـ إكس، والآن يمكننا مباشرة أن نأخذ نهاية اقترابها من الصفر، يمكننا أن نضع دلتا إكس على أنها تساوي صفر، هذا ما تقترب منه، ثم إن ذلك يساوي 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ إكس، أليس كذلك؟ دلتا إكس تساوي صفر، لذا بإمكاننا تجاهل ذلك، بإمكاننا أن نأخذ النهاية وصولا إلى الصفر، ومن ثم إن هذا بالطبع عبارة عن الجذر التربيعي لـ إكس زائد الجذر التربيعي لـ إكس، وذلك يساوي 1 تقسيم 2 الجذر التربيعي لـ إكس، وذلك يساوي 1 تقسيم 2 إكس للقوة ناقص 1 تقسيم 2. إذا لقد قمت بإثبات أن إكس للقوة 1 تقسيم 2 مشتقته عبارة عن 1 تقسيم 2 إكس للقوة سالب 1 تقسيم 2، وبذلك هو متوافق مع الخاصية العامة التي تفيد بأن مشتقة إكس للقوة إن تساوي ان اكس للقوة ان ناقص 1، حتى في هذه الحالة حيث ان ان تساوي 1 تقسيم 2. حسنا، اتمنى ان ذلك كان مرضيا، لم اثبته لجميع الكسور لكن كانت هذه مجرد بداية، ان هذا مثال شائع اي الجذر التربيعي لاكس، اتمنى ان اثباته ليس بالشيء المربك، سوف اراكم في عروض قادمة.